مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم العطر الرئيسي لهذا المساء من الفضائية الشادية الشهيدة اليوم قصر 15 من يناير، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأرامل دورة 2018. المناسبة ترأستها سيدة البلاد الأولى هند ديفي إتنو بحضور بعض من أعضاء الحكومة وجمعيات واتحادات الأرامل. تقرير منى حزن سكري. احتفلت البلاد كغيرها من البلدان العالم باليوم العالمي للأرامل الذي يصادف 23 من يونيو من كل عام، وجرت المناسبة تحت الرعاية السامية لسيدة البلاد الأولى هند ديفي إتنو في دورتها الثانية، وأن شعار هذا العام حقوق الأرامل التشادية. وبهذا اليوم أن الاحتفال هو دليل على وعي الشعوب واستعداد الحكومات الوقوف مع الأرامل، تأكيدا للعمل إلى جانب التحقيق ومنح الحقوق الكاملة لهؤلاء الأرامل. المناسبة تناولت عدة فقرات، منها مداخلة بعض النسوة اللائي شاركنا في هذه المناسبة وعبرنا عن بعض معاناتهن في الحياة اليومية. عشر يوم ده هم يعني طالوني برا بيستخدموا في الدين، طالوني في برا، لكن في الدنيا لا تشيل صبر تسامي. وخلى لي 6 أيتام، ربطت صلبي وضحيت بشبابي، ربيت عيالي، قريتهم وزوجتهم وبقيت حبوبة أنا 18 أحفاد. نقول المرأة الأرملة ده مهما كان كل أنت من راجلتي مادة تربيتي سلوكي تفكري كيف تربي عيالك. وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني أرجون جلال خليل حيث رحبت بالحضور، وقالت بأن وزارة المرأة ستعمل بجد ونشاط في البحث عن مصادر لتقليل من عبء الحياة ومساعدة الأرامل لأجل مواجهة الحياة، ومطالبة من شركاء البلاد الوقوف معا من أجل استكمال حقوق الأرامل. أما الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية مريم محمد نور ممثلة لوزير العدل المكلف بحقوق الإنسان، في مداخلتها شددت على ضرورة توفير الحماية لجميع الأرامل عن طريق فرض القانون واللوائح المنصوص عليها في الاتفاقية والمواثيق الدولية لأجل حماية والمحافظة على حقوقهن. وفي الكلمة الختامية التي قدمت سيدة البلاد الأولى هند ديفي إتنو بكونها راعية الحفل، قالت بأن اليوم العالمي للأرامل فرصة مانحة لبناء حياة آمنة بعيدة عن العنف وسوء المعاملة والاتخاذ التدابير اللازمة في مواضع القرار والحصول على حقوقهن بالكامل في المحافل الدولية. وطالبت سيدة البلاد الأولى من رئيس الجمهورية إدريس ديفي إتنو فتح الفرص أمام النساء خصوصا الأرامل منهن للمشاركة في كافة المناشط عبر منظماتهن. هذا وفي نهاية المناسبة قدم شهادات تقديرية لبعض الجمعيات المشاركة في الساحة من قبل سيدة البلاد الأولى هند ديفي إتنو. في الكلمة التي ألقتها بهذه المناسبة ناشدت فيها سيدة البلاد الأولى هند ديفي إتنو مختلف الجهات بمنح الأرامل حقوقهن والاهتمام بهن. نتابع جزء من كلمة سيدة البلاد الأولى في ميكروفون الزميلة منى حسن سكري. المرأة الأرملة دي المرأة ما بولدوك يا أنت أرملة، الدنيا وربنا سبحانه وتعالى بيجيبها والخدر بيجي والمرأة تقع أرملة. اليوم أسبانا فين جمعنا كل نشاهد في أوين وهدين كان راجلك مات، وليوك أهل الراجل يلوموا فوقك يجوا كاتفوك يجوا يقوفوا معك، لأن أنت والدر مواتيه هناك نصك أبو إيالك سيد بيتك زوجك بجوا هم الأهميتهم بدوروا المال هو سيدة كله ما شخ الله. أنت كان قلت شيلة كله ولا بنفعك وشولوكم ما مدى وبطردوا المرأة منه بالبيت، بعد منه المرأة أنت قاعدة تبكي وأهل أنا راجل كيقولوا خلاص بشاور ياتو بورسه ياتو بشيلة ياتو بيقدر بجي بندس فوقها. دونك ولا عندك ديسيزيون ولا عندك ولا بشاوروكي ولا بوروكي. دونك سيتياسيون وادين هنا فيف جايد في عاداتنا وفي تقاليدنا، خلي الحكومة تقف معانا
والأوين دول ننتم حقوقهم أوين وهدين قاعدين برا عندهم زراعة عندهم شان أنا بس بهرتو شان لقوا بشولو منك شغل بخلو لك كي ما في وبعدين بجوا الإيال زادة بقسموه ما بخلوا الإيال بقوشوا ما مهاتهم إيال ده زادة ده بنتولي ده بيشيل ده بيشيل ده دونك وين السانس على الفامي سانس على الفامي في مكان ده ما في وأنا نطلب من الحكومة ونطلب من الحكومة على كاتريم ريبوبليك ومن رئيس الجمهورية خلي أدوبتلين اللواء زي ما أنتونا 30% أقوتا عن الأوين دوني دور اللواء لأن ليتحر أهل الراجل ده أهل الميت ده ما يجي مرقوا المرة من البيت مرة كان مرقوكي من بيت زغلوكي من برا تلقى وين بقى تقول ونطلب من الحكومة وخاصة المينستير أنا جوستيس خليه يقوم بأهميته خليه يقوم بأهميته لأن سيرتان ماجسترا دول ده سيخو القديم بسعودة ما صحيح ما صحيح انت نالهم مرة كان جات تبكي ليك ما قدر فزات هذا تقدر تفزع ياتو في الدنيا ما تقدر تفزع نادو لأن المرة هي الأم والأخت والبيت والزوجة انت مرة جات تبكي ليك في دروا هكا في حقوقا ما دافد لا ما حامد لا أنا نقول ما عند مانا لأن أنت تقى ماجستراكم في الدولة ما عند مانا. أطلق اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي عيسى دبران مشروع الدعم لتحسين الأمن الداخلي في تشاد باسيت وذلك بدار المرأة التشادية بحضور الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني الجنرال بشار عيسى جاد الله وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد دينيس إلينا بونيت بجانب القيادات العسكرية المختلفة. التقرير هارون أبعد. في إطار الشراكة والتعاون القائمين بين تشاد والاتحاد الأوروبي فقد تم تمويل مشروع الدعم لتحسين الأمن الداخلي في تشاد باسيت لتنفيذ المرحلة الثانية وذلك بعد أن أكمل المشروع عمله في المرحلة الأولى باسم بافسي وقد نظم هذا الحفل للانطلاقة الرسمية للمشروع حيث تحدث منسق مشروع باسيت عبد الله مويلتا جورج قائلا إن هذا المشروع يهدف إلى التقارب بين السلطات الأمنية والمواطنين وبسط الأمن الشامل من خلال الحد من عمليات الفوضى والشغب والعنف والتي تعتبر تحديات العملية الأمنية. أما سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى تشاد دينيس يونيت إلينا فقالت إن القيمة المالية لهذا المشروع 20 مليون يورو ويسجل ذلك ضمن أجندة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتشاد وأكدت التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم الحكومة التشادية من أجل تحقيق مختلف مشروعات التنمية. من جانبه الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الفريق ركن بشار عيسى جاد الله فقد أكد أن تحقيق التنمية لا يتم إلا بتوفير الأمن وأشار إلى أن تشاد مرت بظروف أمنية قاسية إلا أن بفضل العزيمة القوية لرئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس الحكومة إدريس ديبي إتنو تمكنت البلاد من استعادة هيبتها والسيطرة على الأمن العام في كافة الأراضي الوطنية وأن الإمكانات التي يسخر بها هذا المشروع تمكنه من تنفيذ الأهداف التي أسس من أجلها. وقد أطلق أنشطة المشروع رسميا وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي عيسى دبران الذي أكد هو الآخر أن مشروع باسيت ملزم بتقديم خدمة ذات نوعية من خلال تدريب وحدات الشرطة وأيضا قوات الدرك الوطني والحرس الوطني والرحل في تشاد وأوضح أن الأوضاع الأمنية المتدهورة بدول الجوار تحتم على الحكومة أن تجعل الأمن محل اهتماماتها لذا دعا المسؤولين من هذا المشروع إلى تحمل مسؤولياتهم من أجل الحفاظ على الأمن حسب تطلعات رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس الحكومة إدريس ديبي إتنو. واختتم الحفل بعرض مسرحي تناول أهمية هذا المشروع في المجال الأمني والاتصال بين القوات الأمنية والمواطنين. قام اليوم وزير التربية الوطنية والترقية المواطنة وكيل الصديق الشرومة برفقة أمين الدولة بالتربية الوطنية قام بإجارة تفقدية لمقر الإدارة الوطنية للامتحانات والمسابقات وذلك بهدف الوقوف على الاستعدادات الأخيرة لتنظيم امتحانات الشهادتين الفنية والتعليم الأساسي خلال الأيام القليلة القادمة. محمود موسى الفيل. جاءت زيارة وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق شرومة إلى مقر الإدارة الوطنية للامتحانات والمسابقات برفقة عدد من فني الوزارة لأجل الوقوف على آخر الاستعدادات المتعلقة بتنظيم امتحانات الشهادة الفنية للدخول إلى مستوى التعليم الثانوي الفني وكذا شهادة التعليم الأساسي
دورة 2018. قمنا بهذه الزيارة والوفد المرافق لنا للاطلاع على ما تم في خلال هذه الأيام في إدارة الامتحانات، وكما رأيتم وقفنا ورأينا أن هناك عمل قد أنجز خلال هذه الأسابيع. هناك فريق عمل جاهدا وسهر عدة ليالي. كما أضاف الوزير شروما بأنه لاحظ العمل في مقر الإدارة الوطني للامتحانات والمسابقات يسير على قدم وساق وفق ما خطط له، وأن كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتنظيم الامتحانات في وقتها المحدد قد اتخذت. كل الفرق المتجهة نحو الأقاليم ذهبت إلى الأقاليم في 22 إقليم تقريبا، بقي فقط إقليم جمينة الذي ترونه الآن هو إقليم جمينة. لدينا ما يقارب 85,252 طالب يجلس للشهادة الإعدادية. توجه للمندوبين التربويين في الأقاليم بأن يعملوا من أجل أن تقام هذه الامتحانات في أحسن الظروف. زيارة تفقدية سمحت لوزير التربية الوطنية وترقية المواطنة والوفد المرافق له بتقديم الشكر إلى فريق العمل بالإدارة الوطنية للامتحانات والمسابقات على المجهود الذي بذله خلال هذا الشهر، وذلك سعيا منه بأن تجرى الامتحانات بالصورة المطلوبة لتحقيق الأهداف التربوية المرجوة التي تسعى إليها الحكومة وشركاء العملية التعليمية عبر الوزارة المعنية. وفي نفس الإطار، وفي بلاغ تم نشره اليوم الموافق 27 يونيو 2018، فإن المكتب التنفيذي لنقابة معلمي تشاد يخبر الرأي العام الوطني والدولي بأنه قرر رفع الإضراب وعدم مشاركته في الإضراب العام للنقابات العمالية بصورة مؤقتة ابتداء من هذا اليوم الموافق 27 يونيو، والمشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات من أجل إنقاذ العام الدراسي الحالي 2017-2018، وسيشمل هذا القرار النقابات الفرعية في 22 إقليما. هذا البيان وقع عليه الأمين العام لنقابة معلمي تشاد بالإنابة جيبانا سامويل. أنهى وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني بيان سواري أعمال الاجتماع الخاص بإطلاق مشروع استئصال ذبابة التيسي تيسي ومرض النمو من إقليم مندول. الاجتماع شارك فيه عدد من الباحثين والفنيين وممثلي الشركاء الداعمين للمشروع، كان ذلك بمقر الخلية الدائمة بفرشة. خالد موسى الحج. بعد يومين من العمل أنهى المشاركون في الاجتماع التحضيري الخاص بإطلاق مشروع مكافحة ذبابة التيسي تيسي المسببة لمرض النوم في مندول، أنهوا أعمالهم وذلك بمقر الخلية الدائمة. وعلى مدار هذين اليومين ناقش المشاركون في الاجتماع الجوانب المختلفة للمشروع، كما استعرضوا استراتيجيات الكفاح المستخدمة في القضاء على مرض النوم في مندول. النقاش الجاد والمثمر توج بعدة توصيات تدعو السلطات العليا إلى مزيد من الالتزام وتفعيل التعاون مع الشركاء، بالإضافة إلى تكثيف التوعية من أجل تنفيذ المشروع. وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني جايانغ سواري في كلمته بمناسبة اختتام أعمال الاجتماع ثمن عاليا جهود الشركاء الدوليين في مرافقة معهد بحوث الثروة الحيوانية لإعداد هذا المشروع، مشيرا إلى أن اهتمام وزارتي الصحة العامة والثروة الحيوانية بمكافحة مرض النوم يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي وضع صحة الإنسان والتنمية الريفية ضمن أولوياته. نشير إلى أن إطلاق مشروع استئصال ذبابة التيسي تيسي المسببة لمرض النوم في مندول عبر تقنية الذكور المعقمة يشكل المرحلة الثانية في حملة الكفاح ضد هذا المرض، وهو ثمرة تعاون علمي بين معهد بحوث الثروة الحيوانية في تشاد ومعهد البحوث من أجل التنمية الفرنسي، وبدعم من بعض الشركاء كالوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما شهد مقر الخلية الدائمة بفرش أعمال الورشة التدريبية حول توجيه المؤشرات من أجل متابعة المشاريع والبرامج الخاصة بإدارة الإنتاج الزراعي في البلاد. مناسبة افتتاح عمل هذه الورشة ترأس المستشار الفني لوزارة الزراعة والري والمعدات الزراعية حليم السعدي يعقوب. من
سعيد للتعرف على كيفية سير أعمال المشاريع ونتائجها المتعلقة بالزراعة. جاءت هذه الورشة التجريبية حول توجيه المؤشرات من أجل المتابعة للمشاريع والبرامج للإدارة والحصول على النتائج الزراعية التي نظمتها وزارة الزراعة والمعدات والري بالتمويل من المشاريع التابعة لبرنامج إدارة النتائج الزراعية لصالح كوادر الزراعة والمنتجين الزراعيين وبعض المسؤولين للقيام بمتابعة وتقييم المشاريع والبرامج الزراعية. في كلمته الافتتاحية لهذه الورشة، المستشار الفني لوزارة الزراعة والمعدات والري باتجيم نجلباي فقد طلب من المشاركين التركيز على المعلومات المتحصلة عليها خلال يومين بالعمل المكثف، كما طلب منهم إدراج التقنيات الجديدة كي تساعدهم في إدارة المشاريع والبرامج. بدوره منسق مشروع ترقية وتطوير الإنتاج الزراعي عبد الله محمود لابد أشار في حديثه عن الأهداف الأساسية لهذه الورشة. الوزارة تعرف يعني هل أي مشروع يعني شنو هو بقدر بيسيء، والبقدر بيسيء ده يعني هل موافق بالنظام من الحكومة، وهل موافق بالمشاريع الآخرين والأخرى اللي قاعد تخدم كله. وكد ده كمان أي ما نتائج دي كان بيناها لموها محل واحد ده يعني تقدر تنتي للوزارة يعني نظر عشان أي وقت بعرفوا شنو هيسل شنو البرنامج السنويا مثلا قطو شنو، وهل البرنامج ده الأهداف الكان وقفوها ده هل وصلوها لما وصلوها. والجدير بالإشارة أن هذه الورشة تعتبر فرصة لنهجة إدارة تقوم على نتائج إيجابية تتماشى مع الأهداف المرسومة في الخطة الوطنية للتنمية. قام المدير العام لوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي نور جوكوني نور على رأس وفد رفيع المستوى قاموا بزيارات ميدانية شملت أقاليم أيوكبي واللغون الغربي والشرقي، وذلك بغرض متابعة عملية الإحصاء الديموغرافي الذي يشمل الأسر الضعيفة لمعرفة أحوالهم المعيشية بغية إيجاد حلول لها بمساعدة شركاء البلاد في التنمية. آدم أبو بكر إدريس. إن التحقيقات الجارية لمشروع الإحصاء الديموغرافي وتجميع البيانات للأسر الفقيرة تستجيب بالقدر الكافي لمشاغل الحكومة وشركائها لأجل تقييم الخطة الوطنية للتنمية والمهددة للفترة الزمنية من عام 2017 إلى عام 2021 للميلاد، ولمعرفة نمط الحياة المعيشية للأسر الضعيفة والتدبير المنزلي وفقا للبيانات، ومعرفة من هم في خط تحت الفقر والسعي لأجل معالجة قضاياهم. ولإمكان الحصول على هذه المعلومات المطلوبة قامت بعثة وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي على رأسها نور جوكوني نور وبرفقة مبعوث البنك العالمي ألي سانو إلى جانب مسؤول المشروع للإحصاء الديموغرافي أحمد عبد الرحيم أبو، بهدف متابعة الخلايا واللجان الميدانية لمعرفة سير العمليات الإحصاء وتقديم المؤشرات الاقتصادية للأسر الضعيفة في البلاد. ولأجل تسليط الضوء لوضعية هؤلاء ومعرفة أوضاعهم المعيشية ورفع البيانات والمعلومات إلى مسؤولي مكتب البنك العالمي، جابت البعثة بعض المناطق للأجزاء الجنوبية للبلاد كإقليم مايوكبي شرق واللوغونين. وبعد قدومها عملت البعثة على التواصل وإجراء المقابلات مع السلطات المحلية بدءا بحاكم إقليم مايوكبي شرق موسى هارون ترغو، متناولين معه المحاور التي تتطلب نقاط العمل والتدقيق في البيانات المجمعة من المبعوثين ميدانيا، موزعين على شكل 4 أفراد مكلفين بتجميع البيانات والمعلومات الأسرية بمدينة بنغور. جينا شفنا كارتيرة سي واسي ما نقدر في يومين أو 2 3 ما نقدر نكملها، ما نسأل كيفنا نعطي نمرو أي هوش ده كان دخلنا نشوفه فوق البيت كم شنو دول، ونعطي نمرو نشوف له كونتا كلام تليفون شنو كله. أبري أمباكر نسوي تيراج وشور سه تيراج وشور سه عازر كمان نشوف له، وفي كارتيرة كله ندوره بيوت ده كان كثير كله 10 و2. وفي اليوم التالي شمل الإحصاء ليغطي بعض أحياء مدينة مندو منها هاي جولجول جرابي لتجميع المعلومات والبيانات من مصادرها. ويجدر بنا القول بأن المشروع المدعم من البنك العالمي يستهدف كافة أقاليم البلاد لتقييم الوضع الأسري والسعي إلى تحسين الحياة للأسر الضعيفة في البلاد.
قام الوفد الصيني الزائر للبلاد الذي يترأسه نائب رئيس الوزراء الصيني شين ماينر بزيارة للمتحف الوطني، وذلك بهدف التعرف على الثقافات التشادية المختلفة. كان ذلك برفقة وزيرة الثقافة والتنمية السياحية والحرف اليدوية مادلين ألينغي. محمد عثمان بشير. المتحف الوطني كان هو المحطة الأخيرة للوفد الصيني الذي يزور البلاد على مدى 72 ساعة بقيادة شين ماينر في إطار تقوية وتعزيز العلاقات بين الحزبين الشيوعي الحاكم بالصين PCC والحركة الوطنية للإنقاذ MPS، حيث لقي ماينر ترحيبا واستقبالا حافلا من قبل وزيرة التنمية السياحية الثقافة والحرف اليدوية مادلين ألينغي وبعض من الإداريين بالمتحف. شين ماينر وبرفقة الوزيرة قاموا بزيارة شملت مختلف الأجنحة بالمتحف التي تحمل العديد من الثقافات والآثار الوطنية بما في ذلك جمجمة توماي. وتأمل ماينر من إرث وتاريخ هذه الجمجمة التي تعتبر جمجمة لأقدم إنسان عاش على أرض المعمورة لفترة تزيد عن 7 ملايين من السنين، والذي يعتبر مهد للإنسانية وإرث لتاريخ البشرية. وبعد الانتهاء من زيارته قدم ماينر هدية رمزية للمتحف الوطني وقام بكتابة سطور تعبر عن مدى شعوره بالزيارة، ذلك في الدفتر الشرفي لكبار الزوار. وبذلك وضع شين ماينر حدا لزيارته التي قصد بها تقوية العلاقات والصداقة بين حزبه PCC والحركة الوطنية للإنقاذ MPS. وعند مغادرته العاصمة أنجمينا متوجها إلى بلاده جمهورية الصين الشعبية عند ظهر الثلاثاء 23 من يونيو الجاري، كان في وداعه بمطار حسن جاموس الدولي الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بدا عباس وعدد من رفاقه بالمكتب السياسي للحركة. على شرف دائما زيارة الوفد الصيني الزائر للبلاد والذي يترأسه نائب رئيس الوزراء وعضو المكتب السياسي بالحزب الشيوعي الحاكم شين ماينر، نظم مكتب الحركة الوطنية للإنقاذ مأدبة عشاء بفندق هيلتون، حضره أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى بجانب مناضلي الحركة الوطنية للإنقاذ. محمد عثمان بشير مرة أخرى. على شرف الوفد الصيني الزائر والذي على رأسه شين ماينر عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم بجمهورية الصين الشعبية، وكما هو معهود في العادات والعرف المحلية التشادية، فإن الحركة الوطنية للإنقاذ أقامت هذه الأمسية التي نظمت من خلالها مأدبة عشاء إكراما وتقديرا للوفد الصيني الذي يمثل الحزب الحاكم بالصين PCC. وعند خطاب له بهذه الأمسية الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بدا عبر عن رضاه التام من هذا التواصل بين البلدين الذي يعبر عن متانة العلاقات بين الحزبين MPS وPCC الشيوعي الصيني. محمد زين بدا أشاد أيضا بجهود قادة البلدين إدريس ديبي إتنو وشي جي بينغ في تقوية العلاقات نحو مزيد من التقدم والازدهار. محمد زين أشاد أيضا بتلك النشاطات الاستثمارية الصينية التي تزيد عن أكثر من 600 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى تلك المساعدات المادية والخدمية التي قدمتها الصين لصالح الشعب التشادي، وأردف قائلا بأننا جاهزون في متابعة ما اتفق عليه الطرفان حتى يكون هنالك استفادة ومصالح مشتركة يستفيد من خلالها الجانبان. تلك العبارات جعلت من شين ماينر أن يعبر عن سعادته ورضاه التام من تلك النتائج التي تحققت بفضل هذه الزيارة، ووعد الحضور بأن بلاده سوف تسعى جاهدة لتقديم ما يمكن من أجل أن تتحقق تلك المصالح المشتركة بين البلدين تشاد وجمهورية الصين الشعبية. هذه الأمسية انتهت بتبادل الهدايا بين القائد في الحزب الشيوعي الحاكم شين ماينر ومحمد زين بدا الأمين العام لحزب بامينا MPS.
قدم الأسبوع الماضي حاكم إقليم تبسي الجنرال أحمد داري بازين قدم حديثا صحفيا بمدينة برداي حضرة الإقليم، أوضح فيه بأن إقليم تبستي يعتبر من الأقاليم الهامة والكبيرة بحكم موقعه الحدودي، إلا أنه عانى وواجه العديد من المشاكل والصعوبات مما تسبب في عدم تنميته بالصورة المطلوبة في مختلف النواحي، رغم أنه توجد به مناطق سياحية مختلفة. لذا ناشد الحاكم الحكومة ببذل المزيد من الجهود من أجل استغلال هذه الأماكن السياحية. قامت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بتقديم مساعدات مكونة من عربات نقل صغيرة للبدو الرحل الذين يقطنون بضواحي العاصمة إنجمينة، مما يسمح لهم بنقل ألبانهم إلى الأسواق في زمن وجيز، هذا بجانب الثلاجات وأدوية بيطرية أخرى. فتحية يوسف وقراد عبد الله هارون. بادرة هي الأولى من نوعها قامت بها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بالتعاون مع وزارة الثروة الحيوانية، وذلك عبر رابطة جمعية البدو والرحل، حيث نظمت العديد من الدورات التدريبية الحادفة إلى تنظيم حياة البدو والرحل وتحسين مستوى الاقتصاد لديها بطريقة توفر الوقت والجهد. وشملت هذه الدورات مناطق عدة منها تكرى ومندلية والعديد من المناطق الريفية التي تفتقر بالتوعية والإرشاد. الهدف الأساسي من هذه الدورات تدريب البدو الرحل على كيفية الحياة الاقتصادية والاعتناء بالمواشي والألبان وطرق تنظيف المواد المستخدمة لحفظ الألبان بهدف سلامة المستهلك، كما قدمت المنظمة المعدات اللازمة. وعقب تسليم المعدات تحدث منسق دعم اللحوم والألبان أصيل بشارة عن أهمية هذه البادرة، مؤكدا وقوفهم الداعم لمساعدة البدو والرحل. هذه البادرة تؤكد مدى اهتمام الحكومة لكافة شرائح المجتمع وتقديم يد العون بطريقة أو بأخرى من عجل دفع عجلة التقدم وفتح آفاق عوسة لجميع شرائح المواطنين، سواء عبر الوزارات أو المنظمات أو الجمعيات المدنية. قامت منظمة البر للتنمية والإغاثة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للإغاثة والزراعة بتوزيع مواد غذائية للمحتاجين في عدد من القرى بإقليم بحر الغزال. عز الدين نصر. تواصل منظمة البر للتنمية والإغاثة أنشطتها الإغاثية عبر برنامج الأمم المتحدة للأغذية، حيث استفاد من مساعدات المنظمة هذه المرة أكثر من 1900 أسرة بسبعة قرى بإقليم بحر الغزال. مناسبة توزيع المؤن هذه جرت بحضور رئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة للأغذية فرع مسورو وممثل منظمة البر للتنمية والإغاثة الأمين العام للمنظمة نور محمد زين نور، إلى جانب المسؤولين الإداريين والعسكريين بالمنطقة. استهلت مناسبة التوزيع بكلمة لشيخ قبيلة ديرجيمة عبد الله حامد تشوي الذي امتدح دور البرنامج العالمي للغذاء حيال المواطنين، لا سيما طبقة المحتاجين منهم. عقب ذلك قال رئيس المكتب الفرعي لبرنامج الغذاء العالمي فرع مسورو بأن منظمته تهتم بإغاثة المحتاجين في الجانب الغذائي، حيث كانت حاضرة دوما في بؤر العوز والمحتاجين. فيما قال الأمين العام لمنظمة البر للتنمية والإغاثة نور محمد زين نور إن مساعدات برنامج الأمم المتحدة للأغذية جابت مناطق الضعفاء والمحتاجين عبر العالم، والآن أتت لتغيث الضعفاء في مركز إداري دوز جولانجا عبر منظمة البر للتنمية والإغاثة. عقد أمس أعضاء الفيدرالية الوطنية للمعاقين في تشاد اجتماعا تنويريا قدموا من خلاله الشكر والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو لإعطائه مكانة خاصة للمعاقين في ظل الجمهورية الرابعة. عبد الله هارون. بهدف تقديم الشكر والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو الذي أعطى مكانة مميزة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في ظل الجمهورية الرابعة التي انبثقت عن المنتدى الوطني الشامي لإصلاح مؤسسات الدولة، وعليه فإن الكونفدرالية الوطنية للمعاقين في تشاد ترحب وتساند الحكومة في مشاريعها الإنمائية. هذا ما أكده الأمين العام النائب للكونفدرالية الوطنية للمعاقين في تشاد خلال الاجتماع. فقامة إدريس ديبي إنو الما قصر دائما وأبدا يحكي بمشكلة أنا إنسان معوق من شهر 3 عام 2018 إنسان معوق أنا تشاد يعني سجلوا في جمهورية الرابعة ده وزاتا يعني بكتر بوصف وبدك صدره يقول هو في مرسوم رقم 40 إن ده
وزات هندا يعني حقوق في يقص مشاكل البهيل فوقها عن التعليم والتدريب عن الإنسان معوه. الاجتماع سمح لأعضاء الكونفدرالية بتقديم التهنئة لفخامة رئيس الجمهورية بنجاح المنتدى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة. ترأس محافظ محافظة حراز البيار صادق محمد أعمال الاجتماع الذي ضم العاملين في القطاع الصحي بإقليم حجر لميز، وذلك بهدف الوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه هذا القطاع. الحسين النور يوسف. نسبة لبعض الصعوبات التي يواجهها المستشفى المركزي لمدينة المساقط في الآونة الأخيرة، اجتمع محافظ محافظة حراز البيار صادق محمد مع المسؤولين في القطاع الصحي، وذلك من أجل تحديد الصعوبات التي تواجه العاملين مما أدت إلى رداءة العمل الصحي بالمنطقة. فبعد مناقشات ومداولات عدد العاملين كذا من الصعوبات التي يواجهونها، منها النقص في الممرضات وكذا عدوات العمل، أضف إلى ذلك الانتشار العشوائي لبيع الأدوية في الأسواق. كل هذا وذاك طلب المندوب الصحي بالمنطقة ضرورة المساعدة والوقوف معا من أجل وضع حد لكل هذه المشاكل حتى يتحسن العمل الصحي بالمنطقة. وأثناء مداخلته محافظ محافظة حراز البيار صادق محمد قال وبشكل جاد أن السلطات الإدارية بالمنطقة ستتابع العاملين في القطاع الصحي من أجل التسيير الأمثل لهذا القطاع الحيوي، لذا دعاهم إلى التعاون والعمل معا من أجل حل جميع تلك المشاكل. غادر الرياضيون الثلاثة الذين تلقوا منح رياضية من اللجنة الأولمبية الدولية لتأهيل من أجل المشاركة في الألعاب الأولمبية التي ستستضيفها اليابان العام القادم، غادروا البلاد مساء أمس متجهين إلى دولتي فرنسا والمجر. وكان في وداعهم بمطار حسن جاموس الدولي كل من وزير الترقية الشباب والرياضة محمد نصر عبد الله ورئيس اللجنة الأولمبية التشادية أبكر جرمان. تقرير حسن جدعمر. حلم قلما يصبح حقيقة ولكنه كان كذلك. فلاعب الجيدو عيسى ساني إبراهيم ورفاقه دومنيس كلاريس التي من نفس الفيدرالية والعداء أحمد بشير يقتربان من الألعاب الأولمبية بعد أن كانت المشاركة فيها مجرد حلم يدور في أذهانهم. من تشادي أني 15 مليون أني طلعت لجنة بورشرة فراني الماروي هسا ودونا سنترا شافوا نوفو أجينا لقنا قدو مويني دا لي ودونا نقدر لي نزودو performance أجينا كوا لي qualification جيز أولمبيك 2020 طوكيو وأني أقول جامعي من ديسيفور تشادي تجور قادين ورانا أني أقول من ديسيفور أنا لكن الريزلتات إن شاء الله نجيب لهم. فرصة التدريب والتأهل لمدة عامين بهدف المشاركة في الألعاب الأولمبية التي من المسمع تنظيمها بالعاصمة اليابانية طوكيو عام 2020 أتيحت لهؤلاء الشباب الثلاثة بدولتي فرنسا والمجر مع كل تكاليف السكن والإعاشة بالإضافة إلى راتب شهري لكل واحد منهم تكفل به التضامن الأولمبي. تصريحات وزير ترقية الشباب والرياضة والعمل محمد نصر عبد الله أثناء توديعه لهم بأرض مطار حسن جاموس الدولي كانت مشجعة ومليئة بالأمل على أن يعود هؤلاء الشباب بعد عامين إلى الوطن حاملين معهم ميداليات باسم البلاد. أيضا خسر مساء أمس المنتخب النيجيري أمام المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، وبهذه النتيجة يودع رابع فريق أفريقي مونديال روسيا 2018. عباس أبكر مصر. مشجعو القارة السمراء أملوا من المنتخب النيجيري سهق المنتخب الأرجنتيني في مواجهة الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة ليتأهل المنتخب إلى ثمن النهائي لكأس العالم روسيا لهذا العام، وخاصة بعد تسجيل الهدف من قبل المنتخب النيجيريين. ولم يبقى الكثير من الوقت المحدد للمباراة لتأتي الخيبة بعد أن أضاف المنتخب الأرجنتيني هدف ثاني في شباك منتخب دولة نيجيريا. طموحات المشجعين تراجعت عقب هذا الهدف، ومن المؤكد بأن المنتخب النيجيري يعد من المنتخبات الإفريقية التي لم تتأهل إلى ثمن النهائي لكأس العالم روسيا كالمغرب ومصر. وما بقي لمشجعي القارة السمراء وهي الفوز أو التعادل لمنتخب سنغال الذي يخوض مبارياته الأخيرة في دور المجموعات.
هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار ونشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.